وللحديث عن مرور عام على استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي الصحفي زياد السنجري. سيد زياد، مرحبا بكم. يعني عام مر على استعادة الموصل من تنظيم الدولة بحسب الربح والخسارة، إذا ما تحدثنا بهذا المصطلح، هل تعتقد أن ثمن استعادة المدينة بهذه الوضعية بهذه الصورة كان مقبولا سيد زياد؟ مساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين في قناة الرافدين الفضائية. اليوم مرور عام على استعادة مدينة الموصل من قبل القوات الحكومية وحكومة بغداد وحزب الدعوة لمدينة الموصل. اليوم انتهاء ذكرى انتهاء العمليات العسكرية في داخل مدينة الموصل، ونحن نريد أن نسأل سؤال مهم جدا. هل من كان في مدينة الموصل هم محررين لقوات المالكية؟ الجواب كلا. هل من دخل في عام في قبل عام إلى مدينة الموصل محرر أيضا؟ الجواب هو كلا. المحرر هو الذي يبني، الذي يقوم بمساعدة الناس في داخل المدن، الذي يستطيع أن يوفر الخدمات في المدن المنكوبة أو المدن المحتلة. هناك دائما ما نعرف بأن قوات هندسية وقوات دعم لوجستي تقدم المساعدات في المدن المستعادة. فلننظر جيدا إلى مدينة الموصل اليوم، نشاهد حجم الدمار يفوق القنابل الذرية التي وقعت في اليابان في هيروشيما وناكازاكي. إذا نتحدث عن حرب شعواء ضد البشر والحجر وضد النبات وضد كل شيء يتحرك ويتنفس، وضد كل الآثار والقيم التراثية لمدينة الموصل. وأعتقد بأننا نرى النتائج تتحدث عن ما جرى في مدينة الموصل وعن النية في حجم هذا الدمار والنية المبيتة، كيف لم يستطيعوا خلال عام أن يوصلوا أدنى الخدمات إلى مدينة الموصل التي حالها مدينة الفلوجة، حالها حال تكريت، صلاح الدين وبقية المدن والمحافظات المنكوبة وحتى بقية. سي زياد، إذا كنت تعتقد أن يعني بقاء الموصل على حالها مقصود من قبل الحكومة، لكن ما الغاية من ذلك سي زياد؟ الغاية بسيطة جدا أخي الكريم، الغاية هي إبقاء الوضع القلق في العراق والعودة إلى المربع الأول واستغلال حاجة الناس والعمل على تهجير أكبر عدد ممكن. وهذه البيئة هي بيئة خصبة لعودة الهجمات المسلحة، وهذا ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية. حدثت هجمات كبيرة جدا غرب مدينة الموصل، استهدفت مختلف القوات الأمنية، استهدفت مواطنين، قتل المختار ناحية بعدوش وأولاده أربعة، قتل المنتسبين في الحشد الشعبي. أعتقد بأن سوء الخدمات وسوء إدارة الملف في مدينة الموصل يعود بنا إلى المربع الأول، وهو عودة النشاط المسلح في أطراف مدينة الموصل وداخل مدينة الموصل خلال الأيام القليلة القادمة. نتيجة التقصير الحكومي المتعمد، وهذه بيئة جيدة نعتقد بأنها تعتاش عليها الأحزاب وقوات الاحتلال الأمريكي والإيراني في العراق. سيد زياد، هناك إقرار من منظمة الإعاقة الدولية، هذا الإقرار يتحدث أن مدينة الموصل لا تزال تحوي على 8 ملايين طن من المخلفات المتفجرة. ما الذي يمنع الحكومة من تنظيف المدينة من هذه المخلفات؟ الذي يمنع الحكومة هو الإرادة الحقيقية لأجل إعمار مدينة الموصل. الإرادة ليست تتمثل في توفير الدعم المادي المباشر، وإنما عدم تقديم أي ضمانات مادية. اليوم هناك بلدية تعمل وفق إمكانيات بسيطة جدا وتعمل بالآجل، محافظ نينوى يعمل بالآجل، قائم مقام الموصل خرج قبل يومين على أحد الفضائيات يتحدث عن مديونية تفوق 60 مليار دينار عراقي. كل ذلك مدانية
او مديونين لجماعه الشركات والمقاولات التي تعمل في مدينه الموصل. حتى المقاولين الذين يعملون في الآدل هم معرضين للابتزاز من قبل القوات الامنيه، ولدينا شواهد وحوادث نستطيع ان نذكرها في برنامج موسع على قناه الرافدين حول ابتزاز تلك الشخصيات من اصحاب الطيرفه واصحاب المقاولات الذين يعملون ويحاولون ان يقدمون شيئا لمدينه الموصل. سيد زياد، الحكومة أعلنت في كانون الأول ديسمبر الماضي أعلنت الانتصار على تنظيم الدولة الآن في ذكرى الحرب على الموصل. أيضا تتحدث الحكومة بعودة تنظيم داعش إلى بعض المناطق، خاصة ما حدث في مدينة كركوك من اعتقال وقتل 6 من المواطنين العراقيين، أحدهم كانوا من كربلاء ومن محافظة الأنبار. هل هناك تناقض في التصريحات الإعلامية سيد زياد بين الانتصار والعودة لتنظيم داعش؟ بكل تأكيد هناك تخبط إعلامي وليس انتصار، وليس هناك عودة، هناك تخبط إعلامي من قبل الحكومة تحاول أن توهم الناس مثل ما فعلت الحكومات السابقة. وخير مثال على ذلك تصريحات الشهر الثاني بأن العراق سوف يصدر الكهرباء في عام 2013، والحدث والذي نشاهده اليوم بأن الكهرباء شبه معدومة من العراق، هذا ديدن الحكومات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق منذ 2003 ولحد الآن. لذلك غالبا ما نشاهد تصريحات إعلامية غير مسؤولة غير مدروسة تصب في مصلحة صب الزيت على النار العنف الذي يجري الآن في العراق وفي محافظة كركوك. أيضا القلق نسبيا، وأعتقد بأنها بيئة خصبة لعودة تنظيمات داعش الإرهابية وغيرها من التنظيمات والميليشيات أو العصابات التي ترتبط مع الميليشيات وتقوم بأعمال عنف هنا وهناك لتأجيج الموقف ولكي يبرر وجودها في تلك المناطق الحساسة. من فيينا الإعلامي زياد السنجري، شكرا جزيلا لكم.